مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. فيديو اليوم راح نخطط البوليت جورنال لشهر 9، بس قبل ما نبلش زي دايما بدي أفرجيكم تطبيقاتكم من بوليت جورنال الشهر السابق. هذا كان تطبيق فاتن من الشهر اللي فات، حبيت رسمها كتير دقيق، يعني الحورية عملتها نفس الشكل بالضبط، وكمان عملت شوية إضافات حتى البوليت جورنال تناسبها أكتر. كمان وصلني تطبيق تاني من دعاء طبقت فيه الشكل اللي عملته في فيديو التودو ليست. شكرا كتير لكل تطبيقاتكم، وعن جد كتير بنبسط بس أشوف الأفكار اللي بعملها أنا بستايلكم أنتو. شكرا كتير لفاتن ولدعاء. هلأ خلينا ننتقل للفيديو. شهر 8 كان شهر كتير طويل بالنسبة إلي، فحبيت إنه شهر 9 يكون بعكس الراحة والاسترخاء، وسألتكم على الانستغرام إيش بتحبوا الثيم يكون لهذا الشهر. أغلبكم طلب أشياء إلها دخل بالسماء والغيوم والنجوم، فحبيت هاي الفكرة وراح أطبقها اليوم في البوليت جورنال عندي. بلشت برسم غيمة في وسط الصفحة بقلم البيكما مايكرون 0.5. راح نرسم غيمة وراح نرسم فوقيها بنت نايمة عليها. رسمت شعرها وعملت عيونها مغمضين، بعديها رسمت عيون وتم للغيمة. كبرت عيون الغيمة ورسمت التم في الوسط بين العينتين. على الجانب العلوي والسفلي من الصفحة راح نرسم غيوم كتير كبيرة، هاي الغيوم راح تبين زي كأنك عم تتفرج من خلالها على الرسمة اللي رسمناها قبل شوي. حتى تزبط معك هاي الرسمة لازم الأقواس اللي بتعملها تكون تقريباً على شكل دائرة، كل ما كانت مدورة أكتر كل ما طلعت معك ناعمة. رسمت أقواس صغيرة على الجانب اليمين من الغيوم اللي رسمناهم حتى تبين واقعية أكتر. أوكي فاصل، لقيت عنكبوت عم بتمشى على الجورنال. احكوا هاي للعنكبوت. هاي عنكبوت. أوكي هلأ نكمل. راح أكمل رسم الغيوم بنفس الشكل على الجانب الثاني من الصفحة. الثيم لهذا الشهر ما فيه رسومات كتيرة مثل الشهر الماضي، بس غيوم وشوية نجوم. هون مرة تانية عم برسم الأقواس اللي حكيت لكم عنها قبل شوي، ما رسمتها على كل الغيمة، أجزاء وأجزاء لا. في الصفحة الثانية راح أكتب سبتمبر، وراح أستعمل الألوان اللي اخترتها لهذا الشهر، الأصفر والأزرق والمشمشي. تحت اسم الشهر حبيت أرسم رزنامة صغيرة. عم بستعمل قلم ليرا دوال برش بي حتى أرسم نجوم حوالين الغيوم باللون الأصفر. بعدين باللون المشمشي رسمت خدود للغيمة وللبنت. لونت شعر البنت بالأصفر وعملت حدود للغيمة باللون الأزرق الفاتح. كمان الغيوم اللي رسمناهم فوق وتحت راح نلونهم بالأزرق، وراح نختار درجتين من الأزرق، واحدة فاتحة وواحدة غامقة. بالنسبة للأقلام اللي بستعملهم، فاللون الأزرق الفاتح واللون الأصفر من ماركة ليرا، أما اللون الأزرق الغامق والمشمشي فهم من ماركة ريانسي،
مجموعة 24 لون. راح أترك لكم أسماء كل الأدوات في صندوق الوصف. لما تيجوا تلونوا الغيوم حاولوا إنكم تلونوها قوس قوس، يعني بس تخلصوا قوس ارفعوا القلم، بعدين لونوا القوس اللي بعديه، بعدين ارفعوا القلم، أحسن من لما تلونوه كله مرة واحدة. وهيك خلصنا الكفر بيج لهذا الشهر. حاليا نفسي أخذ طيارة وأطلع أنام على الغيوم. الصفحة اللي بعديها راح تكون صفحة الرسنامة الشهرية. راح أرسم غيمة كبيرة في وسط الصفحتين، راح أكتب عليها اختصار سبتمبر. بعدين راح ألون أطراف الغيمة باللون الأزرق. وهلأ باستعمال المسطرة عم برسم الكالندر. رسمت 5 خطوط بالعرض وخمسة بالطول. عملت هامش الرزنامة باللون الأزرق الفاتح والمشمشي والأصفر. هذا الشهر ببلش يوم الثلاثاء وبخلص يوم الأربعاء، وهو مكون من 30 يوم. كتبت أيام الأسبوع فوق الرزنامة ابتداء من الأحد وانتهاء بيوم السبت. بأسفل الصفحة الأولى راح نرسم الغيوم الكبيرة زي اللي رسمناها قبل شوي. بأسفل الصفحة الثانية راح أعمل to do list وراح أحط خطين حتى أفصلها عن الغيوم. رسمت باقي الغيوم جنب ال to do list، بعدين لونت القائمة تاعت ال to do list بالثلاث ألوان اللي استعملناهم في الرزنامة. جنب الرزنامة رسمت غيمة صغيرة وعليها مثلث اليوتيوب. رسمت 3 خطوط ورا الغيمة، أعطتني شكل مثل الرينبو. بالآخر رسمت نجوم باللون الأصفر وكملت تلوين الغيوم. وبس هيك بنكون خلصنا الرزنامة لهذا الشهر. الصفحة اللي بعديها راح تكون صفحة الهابتس. كتبت كلمة هابتس باللون المشمشي على شمال الصفحة، بعدين رسمت شوية نجوم ونص غيمة حوالين العنوان. لونت الغيمة باللون الأزرق الغامق وعملت قوس قزح فوقها بالثلاث ألوان. تحت العنوان رسمت غيمة صغيرة. وجنبيها رسمت غيمة تانية بنفس الحجم. رح أرسم رزنامة صغيرة تحت كل غيمة. وهاي هي الهابت تراكر تاعتي لهذا الشهر. هذا الشهر رح يكون عندي 4 هابت، عشان هيك رح أرسم 4 غيمات و4 رزنامات. عملت تغييرات صغيرة في تعبير الوجه لكل غيمة. بعدين لونت الغيوم، وآسفة هون لأنه التصوير وقف، بس اللي عملته هون هو إني ضفت هامش صغير وظل لكل كالندر، وكمان رسمت شوية نجوم حوالين الصفحة. الصفحة الأخيرة راح تكون للأشياء اللي حابة أركز عليها هذا الشهر. أعطيتها اسم فوكس. رسمت نص غيمة على الجهة اليمين من الصفحة وكتبت عليها العنوان. بعدين رسمت فوقيها نجوم ولونت الكالندر باللون الأزرق. بعدين عملت جدول وكتبت عليه المواد اللي بدرسها اللي هي الياباني والإنجليزي. رسمت قوس قزح فوق الغيمة ولونت الجدول بنفس الألوان. بالفراغ بين الغيمتين كتبت كود صغير كتير لابق على ثيمنا لهذا الشهر. الكود هو Sleep in the clouds, dream in the sky، يعني نام في الغيوم
واحلم في السماء. عملت هايلايت على آخر كلمتين ورسمت نجوم وزينت الصفحة من تحت بالغيوم الكبيرة. رسمت النجوم ولونت الغيوم وهيك بيكون خلصنا البولت جورنال لهذا الشهر. هلأ خلينا نعمل جولتنا المعتادة ونشوف كل إشي عملناه لليوم. ثيم هذا الشهر كان كتير سهل في الرسم والإعداد. طبعاً لو طبقتوا لا تنسوا تبعتوا لي على الإنستغرام حتى أنشر تطبيقاتكم في الفيديو الجاي. أتمنى تكونوا استفدتوا وتعلمتوا أشياء جديدة من الفيديو، ولو عجبكم ادعموا بلايك واعملوا سبسكرايب حتى أشوفكم في فيديوهاتي الجاي. في الفيديو الجاي حنسوي التخطيط الأسبوعي لشهر سبتمبر، وبعديها رح نكمل سلسلة العودة للمدرسة. وبشوفكم في الفيديو الجاي. باي.